بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم في الدرس السابع من دروس شرح الورقات. وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الكلام على قواعد مهمة في الحقيقة والمجاز وفيما يتركب منه الكلام، وكذلك أيضا في انقسام الكلام إلى عام وخاص ومطلق ومقيد، والتخصيص والأمر والنهي وما يتعلق به من قواعد. وفي الحقيقة أنت تحتاج إلى شيء من التدريب في هذا، وسيكون إن شاء الله في نهاية كل درس من هذه الدروس مجموعة من الأسئلة والنصوص الشرعية التي سنتعاون جميعا على حلها، لكي تكون عندك مهارة في التعامل مع هذه القواعد، وليس مجرد معلومات يعني محفوظة في الذهن لا تستطيع أن تمارسها عمليا في الواقع. وحينما تمارسها عمليا في أخي الكريم فإن الخطأ وارد، ونحن في الحقيقة حينما نطبق عمليا ليس مقصودنا أن تصل بهذا إلى درجة الاجتهاد الآن، وأنك تعتد بآرائك ولا لا، هو المقصود أن نتدرب وأن نخطو الخطوة الأولى التي نستطيع أن يعني على أقل تقدير يصير عندنا تصور جيد لهذا العلم، ومعرفة بقواعده الأساسية، وفهم لكلام العلماء حينما يتحدثون في مثل هذه المواضيع، ويكون عندنا النواة الأولى التي نستطيع أن نبني عليها المعلومات التي تأتي بعد ذلك. في هذا الدرس أخي الكريم، الدرس السابع، سنتناول الكلام على المجمل والبيان والنص والظاهر والتأويل وما يتعلق به، ثم بعد ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم السنة التقريرية، ثم النسخ. نبدأ أولا بالمجمل. قال: والمجمل ما افتقر إلى البيان. ما افتقر يعني محتاجة، فاللفظ المجمل هو اللفظ الذي لا يكفي وحده في العمل به، وإنما يحتاج إلى نص آخر يفيدك في كيفية التعامل معه، سواء كان متعلقا بالوقت أو في الفعل أو الكمية. مثال ذلك أخي الكريم قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه، كم المقدار؟ لم يبين، وأيضا لم يبين المقدار المخرج الذي ستخرجه، ولا أيضا ما هو المخرج منه، هل كل شيء تزرعه تخرجه؟ لم يبين ذلك، ولكنه قال: وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك يحتاج إلى نصوص أخرى تبينه حتى تستطيع أن تعمل به. ولما كان المجمل هو افتقر إلى البيان، طبعا لم يتحدث المؤلف رحمه الله وهي عن أسباب الإجمال والألفاظ التي يقع بسببها الإجمال، لأن الحديث في هذا يطول، وهو يريد الآن فقط أن يعرفك أن النصوص الشرعية قد تكون تارة مجملة، فلا بد أن تبحث عن النصوص التي تبينها. طبعا لا يوجد هناك نص مجمل لم يبين أبدا، جميع النصوص بحمد الله مبينة، لكن حينما تبدأ أنت في القراءة والنظر وكذا قد تقف على نصوص مجملة لا تستطيع أن تعمل بها لوحدها، فتحتاج إلى نصوص أخرى تبينها. ولذلك شرع في الكلام على البيان فقال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يعني أن اللفظ المبين هو الذي يحصل به إزالة الإشكال في النص السابق. فالبيان إما أن يكون يعني ابتدائيا بحيث يكون النص نازل وهو مبين، وهذا سيأتي الكلام عنه بعد قليل، وإما أن يكون مبينا لشيء سابق، بمعنى أن هناك نص مجمل فجاء هذا النص الآخر ليبين ما فيه من الإجمال. والإخراج يكون من المجتهد ومن الدليل المبين، وهو نص من القرآن أو من السنة أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدلة التي يحصل بها البيان. فإذا البيان عملية مركبة من المجتهد والدليل المبين بحيث يحصل بهذا العمل البيان. وفائدة معرفة باب المجمل والمبين هو أخي الكريم أن تعتمد في فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمع النصوص، على جمع النصوص، ولا تأخذ نص واحد وتنطلق معه وتهمل بقية النصوص، فإن هذا في الحقيقة موقع في إشكالات كبيرة من البدع ومن الحكم على الناس بالخطأ، وهذا قد وقع في زمان الصحابة ونبهوا عليه، وما يزال إلى الآن يقع في زماننا هذا. وتأمل معي أخي الكريم هذه الصورة الآن التي أمامك، توضح لك ماذا تفعل حينما تفهم شيئا من النص. فحينما يكون عندك نص سواء كان مجمل أو مبين ويتبادر إلى ذهنك معنى، ماذا تفعل؟ تبحث في النصوص الأخرى، هل هذا الفهم الذي فهمته صحيح أم لا؟ هل هذا الفهم الذي فهمته صحيح أم لا؟ فقد يكون الفهم غير صحيح،
وليس مشكلة أنك تخطئ في الفهم يا أخي، قد أخطأ من قبلك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوكش الحساب عذب، فتسمع عائشة رضي الله عنها فتقول يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فاستشكلت ظنت أن هذا يتعارض مع هذا، ها؟ لأن في كلها فيها كلمة الحساب فسوف يحاسب، هذه من نوكش الحساب. فقال عليه الصلاة والسلام ليس هذا، إنما هذا العرض، ومن نوكش الحساب عذب، فأعاد اللفظة كما هي ليبين أن الإشكال ليس في اللفظ وإنما هو في الخطأ في الفهم. بل قد يقع أكبر من هذا يعني، وله أمثلة كثيرة من الصحابة الكبار. ولكن الإشكالية ما هي؟ هي أن الإنسان يصر على خطأه أو يقاتل عليه أو يهجر الناس لأجله، وهذا في الحقيقة هو من البغي. وإنما الواجب عليك أخي الكريم أنك إذا انقدح في ذهنك معنى أن تعرض هذا المعنى على النصوص الأخرى وعلى كلام أهل العلم لتتأكد فعلا هل هذا الفهم الذي فهمته صحيح أم لا. فإن الفهم قد يخطئ يا أخي، كما أن البصر قد يخطئ وكما أن السمع قد يخطئ. ما هو المبين؟ قال المؤلف رحمه الله وإياه والمبين هو النص، المبين بكسر الياء هو النص، وإنما عمل المجتهد أن يكتشف هذا النص ويفهم به اللفظ السابق. وقوله هو النص هنا أراد بذلك اللفظ من الدال على المعنى المباشر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون دلالته نصية. وليس المحصور وليس البيان محصورا في النص، لكن النص أعلى درجات البيان. ولذلك شرع في تعريف النص الاصطلاحي فقال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني لا إشكال فيه، ليس كالمجمل يحتمل أكثر من معنى، لا، هو لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو يحصل به البيان 100%. وقد يحصل البيان بغيره من الأفعال ومن النصوص الألفاظ الظاهرة، ولكن البيان بالنص هو أعلى درجات البيان، مثل قول الله تبارك وتعالى فتلك عشرة كاملة، فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا. ثم ذكر تعريفا آخر في النص فقال وقيل ما تأويله تنزيله، يعني أن النص هو الذي يعرف معناه بمجرد نزوله أو ما لا يتوقف في فهم تنزيله على الواقع، بمعنى أنك بمجرد ما تفهمه وتعمل به يكون تنزيله مطابقا لتأويله يعني لتفسيره، فلا يحتاج إلى نصوص أخرى تبينه. ها؟ هذا نسميه نصا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أوقات النهي واضحة وظاهرة، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس في كبد السماء، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ما في ألفاظ هنا مجملة، فأنت تفهم الكلام المراد هنا بين واضح. فإذا هذا هو النص، هو الذي يعمل به بمجرد فهمه أو تأويله ما يكون تنزيله، لكن المعنى الأول أشهر في كتب الأصوليين. ثم قال رحمنا الله وإياه ومشتق من منصة العروس وهو الكرسي، يعني أن النص مأخوذ من المعناه اللغوي، لأن النص في اللغة مشتق أو مأخوذ من منصة العروس التي تجلس عليها وتكون ظاهرة بادية، فهو فيه ارتباط ما بين ظهور الذات وبيانها وظهور المعنى. فاللفظ كأنه في دلالته على المعنى مثل المرأة التي ظهرت وبرزت للناس، فيعرف الناس كلهم أن هذه هي العروس، وكذلك أيضا السامع يفهم أن هذه اللفظة يراد بها هذا المعنى. ثم قال رحمنا الله وإياه بعد ذلك دخل في الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول، والظاهر أقل درجة في البيان من النص، ولكنه من البيان كما سيأتي. قال رحمنا الله وإياه والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أن يكون عندك لفظ، هذا اللفظ تفهم منه معنى لكن يحتمل معنى آخر، ليس كالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، له يحتمل معنى آخر. وهنا سمينا ظاهر لأن هناك معنى أظهر ومعنى مرجوح، عندك معنى هو الذي تبادر إلى ذهنك فنسميه هو الظاهر، ومعنى يحتمله اللفظ ولكن ليس متبادرا فنسميه ماذا؟ مرجوحا، نسميه مرجوحا. وهذا اللفظ الظاهر يجب العمل به وبشرط أن لا يرد دليل يصرف عن المعنى الظاهر منه. وهنا كما ذكرت لك أذكرك بأنك لابد أن تتثبت فعلا هل المعنى الذي ظهر لك هو المعنى الصحيح أو أنك قد أخطأت في الفهم، يعني قد تظن أن ظهر لك معنى وليس بصحيح. مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم،
وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، حرمت عليكم أمهاتكم. ما هو الفعل المحرم؟ عندنا أفعال: عقد النكاح، الوطء، التقبيل، السلام، الخلوة، السفر، صح ولا لا؟ طيب ما هو المتبادر إلى ذهنك؟ حرمت عليكم أمهاتكم، الوطء، لأن السياق يدل على ذلك، أو عقد النكاح، يعني لا يجوز أن تعقد على أمك ولا على أختك ولا على ابنتك. طيب التقبيل، تقبيل الرأس، تقبيل اليد، تقبيل الخد، لا، ما يدخل تحت اللفظ، يحتمله لكنه لا يدخل تحته. لماذا؟ لأنه ليس ظاهرا. فنقول المعنى الظاهر هو تحريم ما يقتضي وجود النكاح. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة، الميتة يعني أكلها، الاستفادة من عظامها، من شحمها، من جلدها، من قرونها، من أظفارها، كل هذا داخل تحت اللفظ حرمت عليكم الميتة. ها؟ فالظاهر الآن هو مثلا تحريم كل الميتة، لكن قد يحتمل أن يراد به مثلا تحريم الأكل، وقد يقال مثلا والله السياق يقتضي تحريم الأكل لأنه جاء في محرمات الأكل، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها. فالشاهد من هذا أن الظاهر يا أخي الكريم هو الذي يتبادر إلى ذهنك مع تجويز معنى آخر. ولما كان هذا اللفظ أخي الكريم يحتمل معنى آخر، شرع المؤلف في الكلام على التأويل، فقال: ويؤول الظاهر بالدليل، أي يصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح اللي هو المعنى الآخر الذي لم يتبادر إلى ذهنك، لكن بدليل صحيح يدل عليه. فلا نحمل اللفظ على المعنى المرجوح ونترك المعنى الراجح إلا بدليل. فإذا رجحت المعنى المرجوح فذلك يسمى تأويلا، بشرط أن يكون عليه دليل صحيح، فإن لم يكن عليه دليل صحيح فهو تحريف وليس بتأويل. وترى الآن الشريحة التي أمامك شروط صحة التأويل لتأويل معنى ظاهر إلى معنى مرجوح، عندنا ثلاثة شروط وبعضهم زاد شرطا رابعا نأخذها باختصار. قال: أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ مما يحتمله اللفظ الدلالة عليه، لابد أن يكون اللفظ يحتمل. اثنين: وجود دليل يدل على أن المراد هو المعنى المرجوح. ثلاثة: أن يسلم الدليل الدال على المعنى المرجوح من معارض يمنعه منه. الشرط الرابع: أن يكون هذا الدليل ظاهرا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا يدخل تحت الشرط الثاني. مثال ذلك الآن، لاحظ معي أخي الكريم هذا المثال الذي أمامك، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، علق وجوب الوضوء على القيام إلى الصلاة. الظاهر الآن لنا أنك إذا قمت إلى الصلاة سواء كنت محدثا أو غير محدث تتوضأ، لكن وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام إلى الصلاة وهو متوضئ لا يجب عليه الوضوء، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى الظاهر وهو تعليق وجوب الوضوء بالقيام إلى الصلاة ليس مراد، والمعنى المرجوح وهو أنه إذا أردت أن تقوم وأنت محدث، كلمة محدث هذه دخلناها في النص يحتملها لكنها ما يمكن نحملها عليه إلا بدليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار هذا التأويل صحيحا. لماذا؟ لعلي دليل صحيح، اللفظ يحتمله، سلم من المعارض. لكن نأتي مثلا لمثال آخر للتحريف وليس للتأويل. حينما يأتي شخص فيقول إن قوله تبارك وتعالى استوى على العرش استولى، استولى لماذا؟ قال: لأن الاستواء هو من صفات المخلوقين، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون غير مستوي ثم استوى فتغيرت حاله، فهذا وتغير الحال هو من صفات المحدث ونحو ذلك. وهذا ما هو الدليل؟ هذا ليس بدليل، هذا مجرد، هذا قياس الخالق على المخلوق، فلما قاس الخالق على المخلوق حدثت المشكلة، وهذا دليل باطل. إذا ماذا نصنع؟ نكره على ظاهره، استوى استواء يليق بجلاله وانتهى الموضوع دون نقاش أو جدل. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ويسمى الظاهر بالدليل، يعني اللفظ الذي صرفته عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح يسمى ظاهر، لكن بقيد، وهو أنه ظهر بالدليل، يعني ليس اللفظ بذاته ظهر وإنما ظهر بدليل آخر، ولهذا نسميه الظاهر بالدليل وليس ظاهرا ظهورا مطلقا. وطبعا لهذه القاعدة أمثلة كثيرة، أقتصر على مثال واحد من باب الاختصار، وهو مثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن قد يفهم منها السامع وهو المعنى الذي يظهر ويتبادر أنه إذا انتهى من القراءة استعاذ، فنقول هذا المعنى الظاهر المتبادر لذهنك ليس بصحيح،
والمعنى الصحيح وهو الظاهر بالدليل أنك إذا أردت أن تقرأ، لأن مقصود الاستعاذة هي طرد الشيطان قبل القراءة لا بعدها. بعد ذلك ننتقل أخي الكريم إلى الأفعال. قال المؤلف رحمه الله وإياه: والأفعال، الأفعال يعني هذا عنوان وضعه، وهو أن الأحكام تستنبط من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما تستنبط من أقواله. لكن الأقوال أخي الكريم كما تلاحظ القول فيه شمول ووسعة وأيضا معرفة للمدلول، بينما الفعل يقع على صفة واحدة. صحيح أنت تعرف صفة الفعل بالنظر إليه وهو أبين في الدلالة على صفة الفعل، لكن ما تدري ما مدلوله، هل هو الوجوب، هل هو الندب، هل هو الإباحة. ولذلك عقد المؤلف رحمه الله وإياه هذا الباب ليبين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محل الاستنباط بحسب التقسيمات الآتية. فقال رحمه الله وإياه: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة وغير ذلك. هذا أول تقسيم، وهو أن يكون فعل صاحب الشريعة وهو محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يكون فعل هذا الفعل قاصدا به التقرب إلى الله، فعل هذا الفعل يقصد به التقرب إلى الله، أو فعله من باب الطبيعة والجبلة والعادة البشرية لأنه بشر من الناس، كما قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. مثال القربة والطاعة الصلاة، الاعتكاف ونحو ذلك. مثال العادة والجبلة الشرب، الأكل، يعني محبة للأشياء الحلوة، لبس العمامة، ركوب الحمار وغير ذلك. بعد هذا التقسيم يأتي في تقسيم آخر فقال: فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. يعني هذا الفعل الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب به إلى ربه لا يخلو من حالين: إما أن يكون مختصا به ويدل دليل على الاختصاص، ففي هذه الحالة نحمله على الخصوصية. والدليل على الخصوصية، ما هو الدليل على الخصوصية؟ هو أن يكون هناك نص من الشارع بأن هذا خاص، كقول الله تبارك وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وإما أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، كما في الوصال قال: لا تواصلوا، فلما قيل إنك تواصل قال: إني لست كهيئتكم، إن أبي تطعمني ربي ويسقيني. قال رحمه الله: وإن لم يدل لا يختص، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا لم يكن هناك دليل على الخصوصية فإنه يحمل على التشريع لنا وله. وكما قلنا يدل على ذلك بطريقين: إما أن يدل دليل على أن هذا الفعل له ولأمته، يريد دليل على أن هذا الفعل له ولأمته. الثاني أن لا يريد دليل على الخصوصية، فنكتشف نحن أن هذا أسوة. إذا لم يريد دليل على الخصوصية فإنه يكون في هذه الحالة محل للتأسي، فتكون عندنا القاعدة: الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم الخصوصية إلا بدليل. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم الخصوصية إلا بدليل. طيب، هذا الفعل القربة الذي غير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو لنا معه، ما حكمه؟ قال رحمه الله: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف فيه. يعني وقع خلاف بين أهل العلم، هذا الفعل الذي تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو نتوقف فيه؟ وسبب التوقف أن الفعل ليس فيه لفظ يدل على المراد، ولذلك يحصل فيه النزاع ويتوقف فيه في هذه الحالة. ولكن الصحيح والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك لفظ آخر يبين المقصود فإنه يحمل على الندب والاستحباب، وهذا هو الراجح. وهذا كما ذكرت لك أن القول الأول الوجوب ذكر المؤلف، الاستحباب وقول الجمهور، القول الثالث التوقف. وهنا يعني أنبه إلى أن هذا الخلاف هو في الأفعال التي لم يدل دليل على الوجوب أو الندب فيها، فإن دل دليل على شيء فإنه يجب في ذلك اتباعه.